الله سلام عليكم اخواني الاعزاء، سلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. اخوان للعلم، امس نزلنا مقطع فيديو، ونزلنا مقطع فيديو السله الغذائيه. اخوان لميناه والقدر تلمه ما يقارب 23 سله. اخوان من امس لليوم العالم تخابرنا، اخوان الناس ما عدنا، الناس تعبانه. خويا انت لله رازقك مشي عليك صاحب الزمان، العدك امكانية خويا، عوايل هواي. دقيقة عوف الاتصال، جايينش حجي، جاي خابرون علينا، جايينش حجي خويا. لا ترجاه الله مكنه، خليه يثبت موقف، خلنا نتراحم ببيناتنا، العدة امكانية خويا. بالعباس عوايل هواي تأذينا قهر، كتلنا القهر لاني خابرك يقول لك ما عدي، انت شو تسوي وياي؟ هذا ربعي هذا بكرار الخزعلي، يعني شو تسوي يا اخي؟ والله تهدينا يا اخي، والله لو ادري ما ناشر يا اخي. انت مشي عليك العباس، انت عارف امير المؤمنين، انت عارف صاحب الزمان، اللي عندك حقوق بالعباس ابو فاضل نوزحهم. اخويا عندنا هواي عوائل، خويا هواي، شو اسولف لك؟ تعبنا من القهر، مو تعبنا من الخدمة، من القهر. لأن تعال أنت مسوي لك 123 سلة، 100 خويا، وتقابرك آلاف. من أمس لليوم محتارين، مو نطجونا كذا شوارع العالم علينا بناس العباس. جوعان عم العالم، جوعان والله جوعان. صدقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الداء الدعاء والصدقه. اخواننا لا تقصرون، اللي حالتكم ميسوره، اللي عندكم امكانيه ادعمونا حتى احنا نقدر نوصلها. يشهد الله ورسوله، عوائل كثيره جدا، عوائل كثيره جدا، وما نقدر يعني ما نقدر احنا على الامكانيه القليله، لكن نتامل من عندكم الخيرين الطيبين، نتامل من عندكم توصلون لنا الاموال حتى نشتري بها ونوزعها. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، هذا حديث، حتى افضل الداء، يعني افضل وباء كورونا هو الدعاء والصدقه. افضل الداء الدعاء والصدقة، لا تنسون فقراءكم من الصدقة، لا تنسون الأيتام من الصدقة، واليوم يومكم إن شاء الله. وندري إحنا بعض الأخوة اللي ميسورين الحال ما راح يقصرون، وفق الله الجميع، وفق الله الجميع. أكو كلام خويا، بالنسبة لك أنت اللي ما تقدر تساهم، شوف سووا مشاركة المقطع الفيديو هسه، أبو الخير يجينا يخابرنا، اللي يقدر يسوي لنا 50 علاقة، اللي يقدر يسوي لنا. انت بس سوي مشاركة، اذا مشاركتك ويانا ومساعدتك ويانا هو بس يسوي مشاركة لهذا المقطع الفيديو، جاي خابرون علينا، واسألكم الدعاء ان شاء الله. ورقمي راح اخلي رقمي، اللي يريد يساهم فقط للمساهمة، اللي يريد يشارك هذا رقمه 0777572484. انتم الاهل الخير، الله رازقكم، امشي عليك العباس، العدك امكانية، الحكاية العالم. لان والله بيناتنا العباس ابو فاضل ناس ما عتها، ناس كاتلها الجوع.